اعتبر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس أن إيران لاعب سيء على الساحة الدولية، مؤكدا أن روسيا ليست لديها الإرادة أو القدرة لإخراج إيران من سوريا. واعتبر كوتس خلال مؤتمر أسبن الأمني في كولورادو أن سلوك إيران المخرب في المنطقة ما زال مستمرا ولم يتغير رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وأكد أن إيران كثفت من تلاعبها وممارساتها من حيث دعم الجماعات الإرهابية والأنشطة المدمرة في المنطقة وبرامج الصواريخ والتدخل في سوريا والتدخل في اليمن ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى.